الرحمن الرحيم. الفضل العظيم لقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. أولا روى المهم المنذري بسند صحيح: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وغفر له ما بين الجمعتين. العلماء قالوا إيه زي الإمام الشوكاني وغيره: يعطيك الله سبحانه وتعالى نورا على الوجه ونورا في القلب، فلا فيبقى عندك بصيرة وتوصل بقى من الفتن بدا في الدنيا، يديك نور نور على الوجه ويديك نور في القلب. ثالث حاجة دي المنقبتين. المنقبة الثالثة العصمة من الفتن: من قرأ سورة الكهف أو عشر حفظ عشر أول عشر آيات من سورة الكهف حفظ من أو عصم من فتنة الدجال، وبالتالي من أي فتنة، لأن فتنة الدجال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم فتنة على وجه الأرض منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. طيب ده مشكلة وبس، في الدنيا كمان لو انت قرأتها صباحا، قرأت او اول خمس ايات صباحا ومساء تعطى نورا عظيما يوم القيامه حشوه الملائكه، كما روى من حديث عمر بن الخطاب. لذلك انا بقرأ اول خمس ايات واخر خمس ايات صباحا ومساء مع اذكار الصباح والمساء. ف ده في يوم القيامه مشكله وبس. ده قال روى الامام الحاكم والبيهقي بسند صحيح: من قرأ سوره الكهف في يوم الجمعه وليله الجمعه سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة. نور رأسي من قدمين إلى عنان السماء. وتعطيك نورا أفقيا، تديك نور عظيم أفقيا برضه يوم القيامة. من قرأ روى الحاكم بسند صحيح: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور من بيته إلى البيت العتيق. شوف نور عظيم، بس ده نور أفقي بقى، يبقى نور رأسي من أسفل القدمين إلى عنان السماء، ونور أفقي من مكانك من مكان البيت العتيق. مشكلة وبس، ده انت لو قريت اول خمس ايات قبل ما تنام غير النور تستيقظ في اي ساعه تشاء من الليل، ضمنت صلاه الفجر في جماعه ان شاء الله، يعني هتصحى تصلي الفجر، هتسمع الاذان، هتبدا تنزل، ولو عايز تصحى في اي وقت ساعه من الليل كما روي عن عبد الله بن عباس تستيقظ. عبد الله بن عباس نفسه قال اللي يقرا اخر ثلاث ايات من سوره الكهف قبل ما ينام يستيقظ في اي ساعه شاء من الليل، منبه داخلي. فشوف بقى المناقب لا تحصى، النور العظيم من القدمين للاداء في الدنيا، نور على الوجه وفي القلب، ومغفره لجميع الذنوب من الاسبوع للاسبوع، و تعصم من الفتن في الدنيا، في الاخره تديك نور من القدمين الى عنان السماء، ونور من عندك لغايه البيت العتيق، و تبعث في اي ساعه تشاء من الليل. و فيعني فيا ريت محدش ابدا يترك قراءه سوره الكهف في كل يوم جمعه، واستحضر كل هذه المعاني الجميله العظيمه. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.